بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام مرة أخرى إلى كتاب بيرلي ريكومبروند. طبعا سنستأنف مع أن بغي كولور مالادغوا. كما رأينا كون لونكل بوجي أبي أن طابلو أكروشي أو مور إل ديسيدي دو لو فار لوي ميم إينيتيل دو فار فينيغ أن أوفري شيرشي ما مارتو كريتيل إي فوتوم أبورتي موا لا ريغل. J'aurais besoin aussi de l'escabeau pour monter dessus. Après tout, non, mieux vaut me donner une chaise de cuisine. Jim, vous allez courir chez Monsieur Google et vous lui demanderez de bien vouloir me prêter son niveau d'eau. Maria, ne vous en allez pas. J'aurais besoin de quelqu'un pour tenir la lumière. Il soulevait le tableau et le laissait tomber. Le tableau s'échappait du cadre. En essayant de sauver la glace, mon oncle se coupait. Alors il bondissait à travers la pièce, cherchant son mouchoir. Il ne trouvait pas son mouchoir. Il se rappelait que son mouchoir était dans la poche de sa redingote, mais il ne savait plus où il avait posé sa redingote. « N'y a-t-il donc personne dans toute la maison » criait-il. « Qui sache où est ma redingote ?»« De ma vie, je n'ai vu pas empoté. » Non, ma parole, voilà six, et vous êtes incapable de trouver une redingote que j'ai ôtée il n'y a pas cinq minutes. Alors il se levait et découvrait qu'il était assis dessus. On ne vous donne plus la peine, je viens de la trouver tout seul. On passait une demi-heure à lui pincer le doigt pour en acheter une nouvelle glace. Quand les outils, la chaise et la chandelle étaient prêts, toute la maisonnée se rangeait en demi-cercle, prête à l'aider. Il fallait se mettre à deux pour lui tenir la chaise. Un troisième l'aidait à monter dessus, un quatrième lui avançait un clou et un cinquième lui tendait le marteau. Et dans l'oncle Podger, comme on l'a, il dit lui, n'y a-t-il donc personne dans toute la maison, criait-il, qui sache où est ma redingote? N'y a-t-il, il y a, المقصود بأن هناك ياتيل هل هناك ثم ندخل عليها لا نيغاسيون إذا ندخل عليها نو بيرسون لا أحد إذا نياتيل دونك بيرسون أليس هناك إذا شخص أليس هناك إذا شخص واش ما كاين حتى شي واحد دون توت لا ميزون في المنزل كله دون توت لا ميزون يعني في كل المنزل أليس هناك أحد؟ أليس هناك شخص؟ دون توت لا ميزون في كل المنزل كريتيل كان يصرخ هو كي ساش وي ما غودينغوت الذي يعرف طبعا هنا عندنا لو فيرب سافوار طبعا لو فيرب سافوار تيجي في هاد الصيغة تقريبا في حالتين عندما يكون في لو سيبجونكتيف بريزون لو سيبجونكتيف بريزون نقول إلفو كو جو ساش يجب أن أعرف إلفو كو تي ساش إلى غير ذلك في الصرف ثم عندما يصرف لو فيرب سافوار في لامبيراتيف نقول ساش ساشون ساشي فلتعرف فلنعرف فلتعرفوا اذا هنا نياتيل دونك بيرسون دون توت لا ميزون كريتيل كي ساش اليس هناك شخص في كل المنزل الذي يعرف كريتيل يصرخ هو كي ساش الذي يعرف هو ما غادي نقول اين هو معطف دو ما في جوني في باغاي جوني في باغاي امبوتي كما لو يقول في كل حياتي في حياتي دو ما في جوني في باغاي امبوتي لم ارى مثل امبوتي طبعا امبوتي كما نتكلم عن اشخاص لا يفيدون في الشيء كما نلاحظون ان امبوتي اون بيرسون مالادغوات اذا نتكلم عن شخص مالادغوات انه اعوج ثم بيان بو ديغوردي طبعا كلمة ديغوردي تعني ذكي أو ماهر أو بارع ديغوردي طبعا هنا بيان بو ديغوردي كما نقول جد قليل في الذكاء جد قليل في الذكاء أو في البراعة ديغوردي بارع جد قليل ذكي المقصد أنه قليل الذكاء جدا qui ne se remet pas beaucoup. Elle a dit, là, il y a des harakou katiren. Se remuer. Il y a des harak. Hélène, tu te l'aimes à l'envers, remuer. Il y a des harak. Un tête ou harakou chez un acher.
هنا كينوسورو مي با بوكو، كينوسورو مي با بوكو الذي لا يتحرك كثيرا، اي نو سي با فار غران شوز والذي لا يعرف فعل شيء كبير، والذي لا يعرف فعل شيء كبير، إذا لا يستطيع أن يفعل شيئا كثيرا، ما يقدرش يقوم بشي عمل كبير. إذا نتكلم عن أشخاص أنهم تقريبا لا يفيدون في الشيء، إذا نقول عنه أن بوطي. إذا هنا يقول لهم في حياتي لم أرى مثلكم أن بوطي، يعني بهذه المواصفات، بهذه المواصفات التي ذكرنا. جو ني في باغي أن بوطي، نو ما باغول، نو ما باغول، لا كلامي، ألا تفهمون كلامي؟ ألا تسمعون كلامي؟ فو فوالا سيس، ها أنتم ستة. إي فوزيت انكابابل دو تخوفي إن غودين غوت كو جورتي إن يا با سانك مينوت. إي فوزيت انكابابل، وأنتم غير قادرين. طبعا نتكلم عن انكابابل، غير قادر. هذه عكس كابابل. أقول مثلا جو سوي كابابل دو فيغ سات إكزارسيس، أنا قادر على فعل هذا التمرين. المقصود على إنجاز التمرين. أو أقول مثلا جو سوي انكابابل دو فيغ سو موفمون، جو سوي انكابابل دو فيغ سو موفمون، أنا غير قادر على فعل هذه الحركة. انكابابل، إذن هنا إي فوزيت انكابابل، وأنتم غير قادرين دو، طبعا انكابابل دو غير قادر على. إي فوزيت انكابابل، إي فوزيت انكابابل دو تخوفي اون غوتينغوت، وأنتم غير قادرين على إيجاد، طبعا لو فيرب تخوفي فعل وجد. إي فوزيت انكابابل دو تخوفي اون غوتينغوت، وأنتم غير قادرون على إيجاد، دو تخوفي على إيجاد اون غوتينغوت، اون غوتينغوت، نتكلم عن معطف طويل. كوجي أوطي، كوجي أوطي، طبعا لو فيرب أوطي يعني فعل نزاعة أو خلع لباسا مثلا. كوجيوطي الذي خلعت، المقصود الذي خلعته أو نزعته، إن يا با سانك مينوت، ليس هناك خمس دقائق، يعني لم تصل بعد خمس دقائق، ومع ذلك أنتم لم تلاحظوا أين وضعت هاد المعطف. ألوغ إل سولفي، طبعا هنا عندنا غير سولفي يعني فعل نهض أو استيقظ، ولكن هنا طبعا نتكلم عن نهض. الو إل سولوفي، إذا حينئذ هو نهض، نهض من مكانه. إي ديكوفغي كيل إتا سي دو سوي، إي ديكوفغي، طبعا هنا عندنا لوفيغ ديكوفغيغ بصرف لامباغفي كما تلاحظوا. إي ديكوفغي ثم هو اكتشف، إي ديكوفغي ثم هو اكتشف، طبعا نتكلم عن ديكوفغيغ فعل اكتشف. ومنها مثلا كما رأينا لي ديكوفيغت، لي ديكوفيغت يعني الاكتشافات، لي ديكوفيرت سيونتيفيك الاكتشافات العلميه مثلا. اذا هنا عندنا اي ديكوفري ثم هو اكتشف كيل اتي اسي دو سي، بانه كان جالسا فوق، طبعا فوقه تماما كما راينا فيما سبق. جي بزوا سي دو ليسكابو بوغ مونتي دو سي، انا ايضا احتاج للسلم، للسلم طبعا بوغ مونتي دو سي، لكي أصعد فوق، المقصود لأصعد فوقه. إذا دائما تأتد العبارة بهذا الشكل لنفيد هذا المعنى. إذا هنا نو ما باغول فو فوالا سيس، إي فوزيت انكابابل دو تخوفي إن غودين غوت كو جيوطي إن يا با سانك مينوت، ألوغ سولوفي إي ديكوفري كيل إتا سي دو سي. إذا هو نهض من مكانه، إي ديكوفري ثم اكتشف كيل إتا سي، بأنه كان جالسا. إل إتي أسي، هو كان جالس. كيل إتي أسي، بأنه كان جالس. دوسي فوق، مقصود فوقه، فوق الكرسي. أو نو فو دوني بلو لا بان، جو فيان دو لا تخوفي تو سول. أو آهين، نو فو دوني بلو لا بان، نو فو دوني بلو لا بان. طبعا هنا نو فو دوني بلو لا بان، كلمة لا بان ممكن تعني العقاب، ممكن تعني المشقة والتعب والصعوبة. إذا هنا نو فو دوني بلو لا بان، طبعا هنا عندنا لو فيرب سو دوني، هنا عندنا لا نيغاسيون. نو فو دوني بلو مقصود
لا تعطوا لأنفسكم أكثر زيادة. لا بين، لا بين يعني تعبا ومشقة. المقصود لا تتعبوا أنفسكم زيادة. وكأنه يستهزئ بمنى، طبعا هو في اعتقاده بأنهم لم يقوموا بشيء، والدليل على ذلك هو ما قلناه. Voilà 6 et vous êtes incapable de trouver une redingote que j'ai ôté il n'y a pas 5 minutes. Antum غير قادرون وأنتم ستة. ثم يقول لهم ne vous donnez plus la peine. Oh, ne vous donnez plus la peine. آهين، لا تعطوا لأنفسكم تعبا زيادة. أكثر، لا تتعبوا أنفسكم أكثر. Je viens de la trouver tout seul. أنا وجدتها الآن. قبل قليل كما نقول عندنا أنا. Je viens de trouver le passé récent. طبعا دائما تكوين، تكوين لو باسي ريسون أنا لا تستعمل الفير فونيغ ثم نتبعه بالفعل المراد وتصريفه. طبعا الفعل المراد وتصريفه تبقى الانفينيتيف اللي تتصرف هو لو فير فونيغ. Je viens de trouver, je viens de manger, je viens de sortir, tu viens de parler, أنت تكلمت قبل قليل. إذا هي تجي في هذا المعنى، شي فعل قمنا به قبل قليل، قبل دقيقة. نقول مثلا il vient de sortir، هو خرج قبل قليل. إذا طبعا هذا لو فير فونيغ اللي تعني جاء، تيولي عنده دور آخر، تيولي عنده دور آخر اللي هو الماضي القريب، بشرط أنه يتبع بالفعل المراد وتصريفه، تيجي كمساعد. إذا نقول مثلا il vient d'entrer، إذا هم دخلوا قبل قليل. إذا جو فيان دو لا تخوي، أنا وجدتها كما نقول قبل قليل الآن، يعني هو وجدها ولكن راه كأنها في الحاضر، كأنها في الحاضر. طبعا لو باسي غيسون هو واحد الماضي تكاد يلتصق بالحاضر. Je viens de la trouver. أنا وجدتها. Je viens de la trouver tout seul. أنا وجدتها وحيدا. ما لقاها معايا حتى شي واحد. أنا لقيتها. غير هنوا راسكم. On passe une demi-heure à lui pincer le doigt. يعني أمضينا. On passe. طبعا لو غير passe يعني فعل أمضى. قضى. قضى وقتا. يعني مرة. Je passe يعني أنا أمر. إذا on passe une demi-heure. Une demi-heure. يعني أننا أمضينا نصف ساعة ألوي بونسي لو دو. طبعا لو فير بونسي ماشي لو فير بونسي الآخر. بي أو بي أو إن إس أو إر، فكر أو اعتقد. ولكن هنا عندنا لو فير بونسي بأ، إذا المقصود بها هنا ضماد، أنك تستعمل لو بونسمون، تستعمل لو بونسمون الضماد، أنك تستعمل الفاسمة. أون باسي une demi-heure à lui pincer le doigt. Puis on a acheté une nouvelle glace. ثم أننا اشترينا زجاجة جديدة التي كسرة. L'empoigneur quand les outils, la chaise et la chandelle étaient prêts quand عندما كما عندنا أنا quand l'oncle Poigneur عندما l'empoigneur avait un tableau à accrocher au mur. ملي كان، ملي تنقولوا حنا ملي يعني ملي العم بوجي كان عنده واحد الصورة، واحد طابلو. أكروشي أون ميغ، أكروشي أون ميغ للإلصاق بالحائط. هنا أيضا عندنا، هنا عندنا أيضا كون لي زوتي لا شيز إي لا شونديل. ملي الأدوات، تنتكلمو على اللقاط، تنتكلمو على المطرقة، تنتكلمو على المسطرة، تنتكلمو على لو نيفو دو مثلا. كون لي زوتي لا شيز ثم الكرسي، كاين ملي الأدوات، عندما الأدوات الكرسي إي لا شانديل ثم الشمعة أو ما يشبهها إي لا شانديل إيتي بخي، أنها كانت جاهزة يعني أننا جبناهم ووجدناهم. توت لا ميزوني، طبعا لا ميزوني هي ساكنة المنزل. توت لا ميزوني يعني كل ساكنة المنزل. سوغونجي أون دومي ساركل، أون دومي ساركل يعني كل ساكنة ديال المنزل أنها التفت. سوغونجي كما نقول أنها ترتبت، رتبت نفسها. أون دومي ساركل، أون دومي ساركل في نصف دائرة، في نصف دائرة. لماذا هي كانت في نصف دائرة؟ طبعا لأن العام بوجير كان ملتصقا بكرسيه على الحائط،
لكي يعلق الصورة. طبعا ما تبقى هو نصف دائرة، الناس حوله لن يستطيعوا أن يلتفوا على شكل دائرة. لماذا؟ لأن الحائط سيحبسهم، إذن هم كانوا يلتفون في نصف دائرة كما عندنا هنا في الصورة. توت لا ميزوني، كل ساكنة المنزل. سوغونجي كما نقول هنا كل العائلة. سوغونجي أون دومي سيركل، أنهم التفوا، أنهم ترتبوا في نصف دائرة. بخيت أليدي، يعني نتكلم عن ساكنة المنزل بخيت، أنها مستعدة، أنها مستعدة. بحال هنا عندنا بخي، يعني أنا مستعد أو مستعدين. كون لي زوتي لا شيز إلا شانديل إتي بخي، إذا عندما الأدوات والكرسي ثم الشمعة إتي بخي، أنها كانت جاهزة كما نقول مستعدة. نفس الشيء هنا، توت لا ميزوني سوغانجي أون دومي سيركل بخيت أليدي، بخيت أليدي. إذا كل ساكنة المنزل أنها ترتبت في نصف دائرة، بخيت أليدي، مستعدة أو جاهزة لمساعدته. أليدي، أليدي، ستادير أيدي لونكل بوجير. إل فالي سوميتر أدو بور لوي تونير لا شيز. Il fallait se mettre à deux pour tenir la chaise. إذن يجب أن يوضع في اثنين، يجب أن يوضع في اثنين أو أن يوضع في اثنين pour tenir la chaise، لتثبيت كما نقول لتثبيت الكرسي، لقبض الكرسي. تنير يعني أنك تقبض شيئا، هنا طبعا عندما تقبض الكرسي المقصود أنك لا تتركه يتزحزح. Il fallait se mettre à deux، يجب أن يوضع شخصين بمعنى آخر، pour lui tenir la chaise، لكي يقبض له الكرسي كما نلاحظ هنا. طفلان وضع في اثنين، المقصود أنهما كان اثنين ليقبض له الكرسي. ممكن أن شخص يقول mettez-vous deux par deux، يعني ضعوا أنفسكم اثنين بعد اثنين، يعني وضعوا أنفسكم جوج تابعين جوج. Il fallait se mettre à deux pour lui tenir la chaise، لكي يقبض له الكرسي. Un troisième l'aide à monter dessus، un troisième l'aide à monter dessus. ثم هناك ثالث كما نلاحظ هنا المرأة، ثم هناك ثالث، un troisième l'aide، ثم هناك ثالث يساعده، à monter dessus، à monter dessus، ليصعد فوق، المقصود ليصعد فوق الكرسي الذي يقبضه الاثنين. ثم ان كاتخيام لو افونسي انكلو، ثم هناك رابع لو افونسي، ثم هناك رابع يقدم له انكلو، يقدم له مسمارا. اي ان سانكيام لو يطوندي لو مارتو، ثم هناك خامس لو يطوندي. طبعا عندنا هنا لو فيرب طوندر، لو فيرب طوندر، لو يطوندي يعني كان يمد له، كان يمد له لو مارتو، المطرقة التي ذكرنا في بداية الأمر. ألو ويل شيرش موا مارتو، إذن يلا يا ويل قلب لي على مطرقة. إذن إل فالي سو ميتخ دو بور لوي تونيغ لا شاز، أن تخوازيام لدي أمونتي دوسي، أن كاتخيام لو أفونسي أنكلو، إي أن سانكيام لو طوندي لو مارتو. إذن نياتيل دونك بيرسون، نياتيل دونك بيرسون دون توت لا ميزون، دون توت لا ميزون، كريتيل qui sache où est ma redingote. Dans ma vie, je n'ai vu pareil emporter. Non, ma parole, voilà six. Et vous êtes incapable de trouver une redingote que j'ai ôtée il n'y a pas cinq minutes. Alors, il se levait et découvrit qu'il était assis dessus. Oh, ne vous donnez plus la peine. Je viens de la trouver tout seul. On passait une demi-heure à lui pincer le doigt, puis on achetait une nouvelle glace. Quand les outils, la chaise et la chandelle étaient prêts, toute la maisonnée se rangeait en demi-cercle, prête à l'aider. Il fallait se mettre à deux pour lui tenir la chaise, un troisième l'aider à monter dessus, un quatrième lui avancer un clou et un cinquième lui tendre le marteau. طبعا لازالت القصة مستمرة كما لاحظونا، عندنا à suivre. إذا سنكمل مع هذه القصة في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.